أن أعبر ابتداء من هنا عن راحة الضمير وطمأنينة النفس التي أحس بهما في هذا المقام، وذلك بعد 734 يوم من تنصيب أولى منتخب الصندوق النزيه والتعبير الحر للناخبين عبر مسلك انتخاب، وأي انتخاب عبر مسلك انتخاب وأي انتخاب الذي أسفر عن اختيار السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لقيادة الأمة وبناء أسس الجزائر الجديدة في انتخابات رئاسية وصفت بالنزيهة وبانتخابات الصندوق العذري وبانتخابات الصندوق العذري، وذلك باعتراف الجميع لمصداقيتها. إن العهد الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون من خلال تجديد جميع المجالس المنتخبة وإقرار دستور جديد يتماشى ومتطلبات التغيير المنشود ودسترة مؤسسات جديدة تعزز آليات الرقابة، ما هو إلا خير دليل على المضي قدما في تجسيد الديمقراطية التشاركية واحترام حرية الاختيار للناخب بإنشاء سلطة مستقلة تسهر على تحضير والتنظيم وسير العمليات الانتخابية بكل سيادة، ألا وهي السلطة التي تتشرفون بالانتماء إليها.